المشروع وفر لي أمن غذائي، يعني أنا صرت ألاقي البندورة عندي باستمرار في الدار ومش مضطرة أني أشتريها من برا. ومن ناحية اقتصادية أنا وفرت يعني المصاري اللي كنت أدفعهن لشريط البندورة في إشي ثاني. الخيار صار حوالي 6 متر، صارت لاخر البيت ونحني. وشو أخ أنت إنتاج كثير، صرت هم يسوقوا اللي بيفوز عن عيلتي أنا وبناتي 4 وضربني. كان اكتفاء ذاتي، ما اشتريناش خيار من مرة، والبكى يزيد بكيت أبيعه إلهم. بيت الفلافل في يوم مرة طعمته، طعمت أهلي أو طعمت دار سيدي. أنا هاي ثالث لقطة تقريبا بلقطها، أو يمكن رابع لقطة. أول لقطة كانت كيلو وشوية أو كيلو ونص، ثاني لقطة كانت معي المهندسة هالة كانوا كيلو 200 جرام، هي هذه ثالث لقطة. لسه ما بنعرف قديش ما وزناهن، فالحبة الحمد لله كانت ممتازة عنا. مشروع كرامة للتمكين الاقتصادي والأمن الغذائي في مخيمات جنوب الضفة الغربية، هو بيستهدف 5 مخيمات في جنوب الضفة الغربية. عدد المنتفعين وصل لحد الآن 120 منتفع أو منتفعة، وراح يكون عندنا مع نهاية المشروع 220 منتفع في جميع هاي المخيمات في جنوب الضفة الغربية. احنا يعني لاجئين، فيش عندنا لا ارض ولا يعني محل نزرع فيه، ولا نشتهي ان نزرع داليا، نزرع ورد باب دارنا، نزرع حوض نعنع. يعني هالحين وين ما في عندنا علبه كلور، تنكه زيت، اي تنكه بناخذها بنفتحها بنحطها فوق السطح وبنزرع فيها. احنا الدفيئه هاي موجوده فوق السطح، السبب ان احنا عايشين في مخيم والمنازل كلياتها قريبه على بعضها، وما فيش مساحات نزرع فيها. فبالعكس هي، واحنا طبيعتنا فلاحين وبنحب الزراعه. نعود لطبيعه اجدادنا وابائنا الاوائل، كانوا يزرعوا زراعه عضويه من دون اي كيمياء. المشروع اكتسب أهمية عالية جدا، كون المشروع في منطقة سكانية كثيفة تفتقر للأراضي وتفتقر لأي مقومات للزراعة الطبيعية، فبالتالي كانت الفكرة هي إنشاء هذه الدفيئات الزراعية فوق أسطح المنازل. أي شيء بتقول لي يا المهندس على طول بشتغل وبعمله، وتدربت أشياء كثيرة، يعني استفدت أنا منه كثير أشياء. يعني ما قدرتش أول أعرف أشياء، صح بحب أقد الزريعة أول شيء، بس في أشياء ما بقدرت أعرف، الحين صرت أعرفها. يعني بالنسبة لزراعة في الدفئات، إحنا ما كناش نعرف طبعاً، إحنا بكنا نزرع في هالتنكة اللي نلكاها نزرعها فوق السطح، يعني ما نفهمش كيف الزراعة، هم علمونا كيف نزرع، كيف التراب نعقمه، كيف السكية. بلشت باللقاءات مع المهندسة في المؤسسة، هاي اللقاءات كانت تتضمنها تحكي لنا كيف نعتني بالشتلة من بداية ما نزرعها لحد ما كبرت. طبعا استفدت من الدورات الزراعية، أخذنا معلومات، ما في أشياء ما كنا نعرفها، مثلا التقليم الجانبي اللي كان يطلع بجنب الورقة لازم نشيله، ما كنت أعرف. كربت بيت، صرت اطلع لاقي اشي شغله اني اشتغل فيها والتهي فيها، اشوف يعني نتيجه تعبي. والله قبل كان عندي شويه فراغ، يعني في عندي فراغ، الحين فيش فراغ، ملتي في البيت بتسلى فيه، يعني كل ما يسالوا الاولاد وين انت بحكي لهم في البيت فوق، وين امكم في البيت. هذا المشروع مش بس كمان فادنا من ناحيه زراعيه، كمان من ناحيه اجتماعيه. يعني في ستات هون يعني بيوتهم قريبه مني ما كنتش اعرفهم، يعني بس من خلال البيت البلاستيكي صار عندنا علاقات اجتماعيه. اولا الوقت الفاضي اللي كان عندنا فارغ، يعني وقت الفراغ ما
باش تقل فيه. يوم تكون اجتماعات يعني فقط معايا المرافقات معاي بروح عليها البيت بنقضي ساعه ساعتين عندهن بنستلى بنقضي وقتنا. مثلا اذا واحد عندها مشكله متضايقه نساعدها نحل مشاكل بعضنا صرنا وصرنا نزور بعضنا ونحب بعضنا وصرنا كأننا اسره واحده. هذا المشروع كان له فائدة على الأسر التي شاركت فيه، حيث وفر دخل لهذه الأسر، يعتمد دخل على نشاط الأسرة على كمية المنتوج، ولكن معلوماتي أن على الأقل بالحد الأدنى كان بين 400 إلى 500 شيكل يدخل شهريا على هذه الأسر، إضافة إلى المنتوج نفسه اللي كانت تستفيد من الأسرة في احتياجها المنزلي من الخضار. برضو المشروع كمشروع كان له دور في تعزيز الثقة بالنفس والاعتماد على النفس عند هذه الأسر. لا شك أن الأسر اللي شاركت في هذا المشروع قدرت تعبر عن حالها من خلال العمل والاجتهاد والمواظبة، وبالتالي كان ينعكس على منتوجها وعلى استفادتها من هذا المشروع. اليوم أنا أعطوني الناتج يعني ثمن اللي بعته إلهم، شو انبسطت، بكيت يعني أجني على الوجع، بكيت محتاج إلهم. قسم منه اشتريت منه الدواء، وقسم اشتريت منه بابوج بعيد المسمع، وبعدين اشتريت أشياء كانت أنا محتاجها، الحمد لله رب العالمين. يعني شفتهن لو مليون دينار ما شفت ما انبسطتش لهن زي ما انبسطت من هذول اللي أجني ناتج الخيار. اشتريت فستان هذا اللابس، اشتريت وشالة الحاجة بتنبسط عليها، يوم تشتريها من تعبكي وشو اسمه تطلع الاشي وتبيعي وتشتري الحاجة من تعبك تنبسط عليها أكثر ما هو جبلك ياها. صح أبوكي وبيجبلك وبيحطيك وبيسويك، بس غير سبحان الله تعبكي غير. وصدقا بنصح كل امرأة انها تحاول يعني انها تسجل وتحط بيت بلاستيكي لانه حلو كثير والله.